وصل عدد العاطلين في إسبانيا خلال نوفمبر تشرين الثاني الماضي إلى 3,252,867 شخصا بعد التراجع بواقع 1,836 فردا مقارنة بالشهر السابق، ما يعتبر أول تراجع يسجل في هذا الشهر منذ عام 2015 حسب ما أعلنت اليوم وزارة العمل والضمان الاجتماعي. وخلال العام الأخير انخفضت البطالة بواقع 221,414 شخصا، ما جعل عدد العاطلين يستقر عند أدنى مستوى له خلال العقد الأخير. ومن ناحية أخرى تراجع عدد المسجلين في التأمينات الاجتماعية بإسبانيا خلال نوفمبر بواقع 47,449 شخصا، وهو أكبر تراجع يسجل في هذا الشهر منذ عام 2013 ليصل إلى 18,945,624 شخصاً.